بكم في فيديو جديد على قناتي غيابين متواصلين. المهم غياب ورا غياب، شغل غيبت شهرين بعد بنت، بعد وقيلة غيبت شهرين ولا اكثر، بحسبتش هاد المره شحال غيبت. المهم غيبت، ان شاء الله يكون اخر غياب، وان شاء الله كاعكم يا اصدقائي تكونوا بألف صحة. كما اني مبارك كل شخص اجتاز شهادة البكالوريا، سواء تحصل على المعدل اللي يدخلوا الجامعة او لا، ففي النهايه كاعكم نجحتوا، يا نجحتوا انكم تدخلوا الجامعه ولا نجحتوا باش تعرفوا نفسكم اكثر واكثر. اما فيديو اليوم اصدقائي فراح نحكي لكم على بعض الامور تمنيت اني لو كان عرفتها كي ديت الباك وكنت رايحه الجامعه، تمنيت، ولو كان يرجع الزمن كنت سطرت عليها بالحمر وركزت عليها بزاف، ولكن قدر الله وما شاء فعل. فيديو اليوم راح نشارك معكم خلاصتي انا من خلال تجربتي تاع 5 سنوات في الجامعه. الله الله. إذا كنتوا جداد على قناتي ما تنساوش تشتركوا في القناة، تفعلوا جرس الإنذار ليصلكم كل جديد. أولا تمنيت لو كان أني أدركت شغفي كي ديت الباك، يعني كي بدأوا التسجيلات الجامعية وتعرف أميما شغفك وش هو. هي في الحقيقة أنا كنت عارفاته، بصح ما كنتش مدركة ليه بالمعنى الحقيقي، ولا ما كانتش عندي الجرأة أني نمشي هذاك الشغف الحقيقي تاعي. على باليش وش هو السبب بالضبط اللي ما خلانيش هكا أدرك هذاك الشغف تاعي، لكن لو أدركت الأمر في ذلك الحين، يعني في 2013، لكان تغير مسار دراستي تماما. المسار الحالي خطأ؟ لا لا، ماشي بالضرورة يكون خطأ، بصح كنت اختصرت بزاف على روحي الطريق. مثلا إما كنت ندرس تخصص يقربني من شغفي، أو أني ندرس تخصص يعني ما يديليش بزاف الوقت، ونقدر يعني مع هذاك التخصص نقدر أني نطور روحي في مجال شغفي. اختصار الطريق بأقل خسائر، الخسائر هنا هي الوحيدة، هي عمرنا، وبأقل جهد بأقل وقت. هذا ما كان. تاني حاجة، في بداياتي في الجامعة تمنيت لو كان في بداياتي في الجامعة كنت طالبة نشيطة. كيف طالبة نشيطة؟ نقولكم قبل كيف أنا كنت. كنت أنا كشغل الطلبة هذوك اللي يجوا ضيوف شرف، خصوصا في مرحلة ليسونس. كنت قادرة نستغل هذه الفرصة أنا أني ننشط في نوادي جامعية، نشاطات جامعية، مؤتمرات جامعية، بالرغم من أني أنا كنت نحضر المؤتمرات بزاف، يعني مؤتمرات سواء في تخصصي أو خارج تخصصي، كنت نحضر مؤتمرات في التاريخ، في الاقتصاد، في الشيء، قاعد المؤتمرات كنت نحاول نحضرها، لكن مش كيما تمارس نشاط جامعي ولا تشارك في نادي جامعي. يعني هذه الفرصة راح تخليني اكتسب بزاف معارف في وقت قصير، اللي هو وقت الجامعة، اللي هو فرصة تعلم أصلا، كراح يخلي علاقاتي شوية قوية، مهم العلاقات هذا الوقت أكيد، ماشي علاقات المعرفة، ولكن مهم أصلا تكون عندنا علاقات، ثاني يفتح لك أفاق واحدة أخرى جديدة. مع الأسف ما استغليناش هذه الفرصة كما يجب. حتى كي جيت نتخرج حسيت روحي واو، ما استفدتش بزاف من الجامعة، كنت نجي نقرأ فقط ولا نقعد مع صحباتي. ثالث حاجة، كذبوا علينا، ضحكوا علينا، زعقوا علينا كي قالوا لنا اللي راكم تقراوه في الجامعه عمركم ما تلقاوه كي تخرجوا تخدموا. اكبر كذبه سمعتها ملي دخلت الجامعه، هذه الكذبه اللي خلاتنا نقراو تقريبا كاع سنوات الجامعه وحنا نقراو فقط من اجل نبلع، مانيش مهتم نفهم ولا ما نفهمش، لا لا ما يهمش، ليسونسيال عامي يطلع. من بعد على بالك تفوت وقيله سمان على ليكزامه، وانا شخصيا وانا صرا معايا هذا الامر الصراحه، تخرجت على اساس مهندسه مدنيه، بعد كي تخرجت لقيت البضاعه اللي عندي ناقصه بزاف، علاه؟ عبا كنا نقراو باش نبلعو، ما كناش نقراو على بال فوالا هذه هي. شوفوا هي كاين سببين، انا نرجح انه كاين سببين، اول حاجه ما كنتش نقرا بحب، ثاني حاجه كنت نقرا غير باش نبلع وخلاص. هل هذا تقصير من الاساتذه؟ لا، انا ما نلوم حتى واحد، المسؤوليه مسؤوليتي انا ومسؤوليه اي طالب يكون في الجامعه، نحوس نتعلم. كشغل الجامعه راه عندك فرصه باش تسقسي وتتعلم وتحوس وتفهم وتكبر، الجامعه فرصه انك تغلط براحتك، على بال اصلا راك في فتره تعلم، ماشي كيما واحد متخرج وعاد راه باغي يتعلم. تخيلوها، تخرجت بصح خصني نتعلم باش نخدم، في حين انه الجامعه كانت عندنا هذيك الفرصه. ثاني كاين حاجه يقولوا لها ستاج، حنا صح الجامعه ما كانتش موفرت لك الاجواء اللازمه للستاج، بصح كنا قادرين حنا نتعبوا على روحنا ونروحوا نديروا ستاج، بصح حنا تمنينا بالعربيه، يعني قعدنا نقراو باش نبلعوا ندو الشهاده، ومن بعد كي نخرجوا لعالم الشغل نتعلموا الخدمه. فينالمون واش لقينا؟ مستحيل مستحيل نفصلوا بين الجانب النظري للتخصص والجانب التطبيقي، لانهم هما الزوج متكاملين. ببساطة فترة مرورك بالجامعة هي فترة ثمينة ثمينة جدا، استغلها لأبعد الحدود، استغلها فقط باش تبني نفسك، باش تتعلم
اغلط وتعلم، اغلط وتعلم قبل ما كاش فرصه كيما الجامعه. كان هذا هو الفيديو تاع اليوم اصدقائي، نتمنى انكم استفدتوا منه. الناس اللي راكم طالعين من الباك، اما الناس اللي ديجا تخرجتوا زيدوا شاركونا في التعليقات واش هي الامور اللي تمنيتوا لو كان درتوها سواء في بدايتكم الجامعيه ولا كي تحصلتوا على البكالوريا لتعم الفائده. وفي الاخير نقول لكم صحه مولودكم، عبر على بالي الفيديو راح ينزل نهار المولود. نتلاقاو في فيديو اخر باذن الله، في امان الله. للإجادة لصالح الإنسانية.